هذا يسأل يقول من سجد على الطاقية هل سجوده صحيح؟ نعم سجوده صحيح، سجد على الطاقية، على العمامة، على طرف ثوبه، على ما في بأس، لكن إذا لم يكن هناك سبب لاتخاذ الوقاية، فكونه يباشر المصلى بجبهته أفضل. أما إذا كان يحتاج إلى وقاية، المكان حار بعد الشمس مثلا، أو فيه شوك أو حصى يحتاج أنه يجعل وقاية تحت جبهته، لا بأس بذلك.